بعد 31 شهر من الفراغ الرئاسي انتخب مجلس النواب اللبناني العماد ميشيل عون رئيس للجمهورية. جلسة تاريخية حضرها 127 نائب من أصل 128 ما عدا النائب المستقيل روبير فاضل. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري. تصويت سري، سري يعني ما حدا لازم يعرف، ما حدا لازم يعرف مثلا شيء عن هوية الرئيس. بعدين بالنهاية عملية سرية محاطة بأعلى درجات الكتمان. عندنا مشكلة مع الأسف، العدد عدد الظروفي كررناها ثلاث مرات، العدد طلعوا 128 والعدد 127. في أحد يصدم لحظ ظرفين الله يسامحه. شو عدد الأوراق شو؟ 128 خلف مشوار هلا بنشوف. عدد الظروف شخصيا 128 ممكن يكون ظرف لازق بظرف أو ظرف فاضي. وزير التربية بيعرف يجمع 127 على 127. في ناخب سري كان قاعد بالمجلس مش مرة مرتين. بحث الجولة الأولى اضطروا يعملوا ثلاث جولات لزبطت معهم. 127 نائب في 128 ظرف. صرنا زمان ما انتخبنا، الظاهر إلنا حق إنه نتعلم بعد. يلا مريم كلينك ليش لغى صوته؟ مريم كلينك لغى صوته. نعم مريم كلينك لين لغى صوته؟ أرثوذكس. ليش انلغى صوته؟ ليش انلغى صوته مريم؟ لو مروني احتسبت مريم كلينك ليش مش محسوبة؟ طلعت أرثوذكسية مريم كلينك. بدك مريم انت قلي بدك اياها بنحط مريم. فوز عون أتى بعد أربع جولات من الاقتراع، خسر أولاها وألغيت الثانية والثالثة بسبب عيب انتخابي، ليفوز بالجولة الرابعة من الاقتراع.